اجا اخويا نصرت. من هذول ابني؟ هذول الجماعة اللي قلت لك عليهم بالتليفون، اكو جوا ايدهم بنات، قلت انت تحكي وياهم. احنا عندنا بنات اثنين روسياتي خبلن، اذا اتفقنا بالسعر نبيعهم لك، مو مشكلة. انتو منو عيني؟ اني بالسوق اعرف كل اللي يشتغلون، بس اني اول مرة اشوفكم، خاف انتو شرطة. استغفر الله، مو شرطة، احنا شعراء. احنا نشتغل ويا ايغور، رئيس عصابة روسي. ايغور ها؟ أنا سامع بهذا الاسم. شلون البنات حلوات؟ والله شنو حلوات أخويا، البنات ملكات جمال، بس ناقصين يلبسن تاج لهالدرجة، يعني كلش حلوات. زين لاعد، ايه ايش قد تريدون عليهم؟ والله أخويا خلني اتعامل أول شي. يلا نبدي. 5 ملايين؟ لا مستحيل، 5 ملايين ما يصير، عيني كلش قليل. اوقف ولك كسرت ايدي، اوقف. لا لا ما تنكسر ايدك، لا تخاف، انت زيد السعر، زيد زيد زيد. كل بنية 10؟ اي تمام 10، زين يصير 10، بس كل بنية 10 تمام. دقيقة خلي اخذ رأي المدير، خابر المدير احكي له الموضوع. تمام اخوي. اخوي لو جاي المدير نتعرف عليه كلش زين، احنا عندنا شغل هواية وياه. اذا عجب شغلكم فد يوم راح يعزمكم يمه، لازم تنتظرون لحد ما يجي هذا اليوم. ننتظر. مثل ما حكيت لك سيدي، محمود وعارف هسه متواصلين ويا دلال البنات. اي سيدي، واتفقنا كل بنية نبيعها ب10 ملايين، هم بالبداية قالوا 5 بس، انا تعاملت وياهم اتفقت على 10. مدى صدق اخوي، شو انت خذك الواهس من صدق؟ والله يا الله انت ابد ما تفتهم بهالمواضيع، انا سويت هيك حتى يصدقون اخوي. سيدي انا عندي طبع، من اسوي شيء لازم اسويه بشكل مرتب، يعني شو اسوي مو بيدي، انا مرتب. دلال بنتي باعي، ترى هذا الخبر ما يشبه خبر حياة السواق، هذول خطرين كلش، وكوما بنات كتلوا ما عندهم رحمة أبد. دلال انت ما حكيتي هالشي، دا يقولون يقتلون البنات، انا ابطل ما اريد عمري، انا ما اريد اموت. لا تخربطين مروة هسه، مو وقت تبطلين، محمود وعارف اتفقوا وياهم وخلص. لا تخافين بنتي لا تخافين، احنا راح نخلي جهات تنصت وياكم، وانتو جوا احنا راح نسمع كل شي من برا، من يصير شي قبل نتدخل، ماكو داعي تخافين ابد. ها تمام لعاد، اذا هيجي راح اثق بيكم. هاي خوش شغله مال جهاز سيدي، عجبتني. محمود تقدرون تصورون من تاخذون الفلوس من الجماعه حتى يكون عندنا دليل ونقدمه بالمحكمه. تمام اصور سيدي. حسن خلي يركبون سماعه الدلال وكاميرا المحمود. تمام تؤمر سيدي. دلال بنتي لازم نسجل اسماء الموجودين كلهم، واهم شيء نعرف منو المسؤول عن الشغل وشنو اسمه، لازم نعرف كل التفاصيل عنه حتى نكشفهم، لان العمال اللي نلزمهم ما يفيدونا بشي ابد. لا تخاف ابد سيدي. بروفييت. ايه اخ نصرت، هذني البنات اللي حكيت لك عنهم، ها شلونهن حلوين؟ كلش حلوات هالبنات، ممتاز. سباسيبا، انا اسمي تاتيانا جاني. بروفييت جاني، انا اسمي ايفانا. فرصة سعيدة بنات. اوتي برياتنا، احنا اسعد. اخ نصرت احنا وفينا بوعدنا، وهسه دوركم، انطونا الفلوس اللي وعدتونا بيها. العفو اقدر افتح وشيك المبلغ مو؟ ليش ما تثقون بينه؟ اعوذ بالله اخ نصرت، شنو هالحكي؟ مو قصة ماكو ثقة، انتو ناس محترمين وشخصيات، بس اجدادنا ايش قالوا؟ لازم تحسب فلوسك قبل ما تاخذن، هذا شيء اساسي، يعني مو قصدي شيء اني. عافية ابني محمود، زين سويت. لا تزعل مني، أنا أرد أحسب الفلوس مرت الأخ. أخويا حسبتهم ماكو داعي. باع شريكي، أنت راح تخلينا نفلس والله. دقوم شي نعد بالبيت. زين تمام، يلا أخوي. أخويا أنا كتبت رقمي هنا، أنطيك إياه، من تحتاجون بنات عد خابروني. احترامي، مع السلامة. يلا في مال الله، مرة خصتكم. احنا منو يشتغل عيني؟ تشتغلين الي، الفلوس نص الكم نص الي. انت مدير؟ لو مدير تاني فيه يريد يعرف. انت تسأليني هواية واني ما احب الاسئلة، ابني طلعهم وياك. شتو؟ احنا هسه يطلع؟ شنو ما عجبك؟ اني ما انطي كل هاي الفلوس حتى تجين تنامين، يلا عالشغل. ايه تمام.